هيك حضر كابون لا تهور يا خالد خالد فاهم حضر كابون ان شاء الله بسرعه يعني تعترفين انك نويتي تقتلينا؟ لا هذه كانت مجرد فكره خيال لا اكثر ولا اقل. اول خطوه في تنفيذ اي جريمه النيه، والنيه ما شاء الله موجوده. اي بس الفكره او التنفيذ يحتاج الى قرار. طالما اني فكرت القرار يتخذ بعدين. بس انا ما فكرت اقتله، انا فكرت اخذ حقي وبس. إيش كان موقف خالد؟ خالد؟ إيش رأيك؟ الظاهر وايد بتأثر بالأفلام العربية. ليش؟ لأن الفكرة اللي مو قادر ينفذها الواحد على أرض الواقع ينساها أحسن. الحين لا أنت راضي تقنع أمي ولا أنت راضي تقتنع بأفكاري. يلا تفضل قول لي شو نسوي؟ ننسى الموضوع. تبي تضيع كل هالملايين من يدينا؟ ما كنا نملكها بالأساس عشان نفقدها، يا ما فقدنا أشياء أكثر قيمة وما حركنا ساكن. ومناديني وتعالي وبيك بموضوع علشان تسمعني هالكلمتين. متضايق وقلت فضفض. انزين والحل الحين؟ سمعي أنا موعد واحد من الربع لازم أروح، عندك 100 دينار؟ ما معي الحين، متى تبيهم؟ بعد نص ساعة يمديك؟ أروح أسحبهم من البنك وأجيب لك إياهم. وسحبتيهم لا؟ أي نعم. ممكن الوقت بالتحديد؟ طلعنا يميع حوالي الساعة 10:30 ولحقني لفرع البنك اللي بالجمعية، حتى ورقت السحب وياي. تفضل في هالوقت بالتاريخ. ما قال ايش ابي فيهم؟ ما سألته، قال انه بيسافر هو واثنين من ربعه بيروحون البحرين، وقلت اكيد قاصرته فلوس. ما حدد لك الوقت اللي بيسافر فيه؟ قال انه بيروح الساعه 12 هو واثنين من ربعه وبيطلعون بسيارتين، وصاني اني ما يبطاري حق الوالده. شنو هي علاقتك بأحمد؟ أحمد؟ زوج أمك القتيل. شنو يعني علاقتك؟ طبيعية العلاقة اللي كانت بينكم؟ هو في حالة وأنا في حالي. وضحي لي أكثر. يعني أنا وهو كافين خير نشرنا عن بعض. بس حسب المعلومات اللي عندي إنه ما كان كاف شره. ايش تقصد؟ يعني كان ينظر لك نظرة مختلفة. هذه أمور شخصية وأسرار عائلية وما أحب أحد يتدخل فيها. أنا معاك إنها أمور شخصية لكنها غير طبيعية ولا يمكن السكوت عليها. ماضي وانتهينا منه الحمد لله. بالنسبة لك؟ أما بالنسبة لنا فاحنا نعتبره دافع من الدوافع اللي تخلي الانسان ينتقم. نعم. ولا ليش السكوت؟ واحدة تعرض للموقف هذا ولا تحاول انها تبلغ امها عن اللي قاعد يصير، خصوصا لما وصلت فيه الوقاحة. ان انا اقول لك ليش تكتم على الخبر لين يوصل الضغط للانفجار، ساعتها تفكر بالانتقام. وانت وصلت عندك اللحظة المناسبة للانفجار وتزامنت هذه مع جائزة اليانصيب فضربت عصفورين بحجر. لا 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 أنا ما قتلت، صدقني ما قتلت، ما قتلت.
شو اللي خلاك تسكتين على تصرفاتها طول الفترة الماضية؟ أمي ما كانت تصدقني. قط مرة صارحتيها؟ أي نعم، حصل موقف وبغيت ينصاد بالجرم المشهود، واذكر بعد اني رحت وكلمت امي وما صدقتني، قلت لها انا الليله بثبت لك، وفعلا رحت المكتب حسب الموعد اللي بيننا. موعد؟ اي نعم موعد، هو كان غالبا يطلب مني اني اساعده في شغل الشركه، وانا كنت على نياتي، كنت اقول عادي هذا شغل امي وحلالها انا لازم اساعده، لكن بعدين لما اثبت نواياه الخبيثه انا امتنعت، انسحبت، واجهتني امي. Chandra, no. Leave it here. Okay, thank you. Thank you. مساء الخير يا مدام. مساء النور، هلا ميري. كيف حضرتك اليوم؟ الحمد لله. على فكرة، مدام ألطاف اليوم اتصلت عليكي، وكانت بدها إياكي ضروري ضروري. قلت لها إن حضرتك نايمة. قالت بس تفي خليها تحكي معك. أوكي، أنا بعد شوية أدق عليها. باي يما. باي يما. أبرار. نعم يما. وين رايحة؟ بروح المعهد حق اخوي خالد نفسك اليوم. لا لا لا، تعالي ابيك. اي قولي كذي من الاول. ليش ما قمتي تساعدين احمد بشغل المكتب؟ مو يما، احمد يتاخر بالشغل وانا ما احب اسهر. صار لك 10 ايام ما اشتكيتي، ايش معنى الحين؟ ولا تبون اني بغرب يساعدونا بشغلنا؟ انت واخوك ايش خانتكم؟ هذاك متربع لي 24 ساعة كنا طرار، بلعناها على أبو الإنها رياضة، وانتي إش منا التهربين؟ أبرار، ماما، هذا يزاء اللي قاعد يدير حلالكم؟ يا يما انتي نايمة بالعسل وعلى نياتك. إش قصدك؟ ماري خلصتي؟ ايه مدمزيل. انزل روحي. بعد إذنك مدام. تفضلي. يا يما، أنا كنت أول وتالي أبي أقولك، لكن قلت خل أتأكد بالأول، تحملت هالعشرة أيام علشان لا أظلم بختي. تظلمين بختك؟ يا يما الريال هذا عينه مو نظيفة. شنو؟ قص وقص، هذا اللي ناقص بعد. أنا قلت إنك ما راح تصدقيني. تبين اثبت لك؟ انا حاضره. اليوم بالليل قبل لا تاخذين حبتك انا اروح للمكتب، وانت لحقيني عقب 5 دقائق واقفي ورا الباب، وسمعي الكلام اللي يقوله لي. قلت هي الوالده تاخذ حبوب. كانت تراجع طبيب نفسي بين فترة وفترة. يعني عندها ملف بالطب النفسي؟ لا، هي تراجع بعيادة خاصة، عيادة الدكتور عماد عبد الهادي. من متى؟ صار لها 2 سنين من تزوج ابوي الله يرحمه. المرحوم كان فاتح بيت ثاني. غلطة عمره، تزوج السكرتيرة اللي عندها بالشركة، تزوجها بالسر لمدة 2 شهر. أنا للحين ما أدري ليش سوى كذي، مع إنه طلقها عقب ما درت أمي، لكن أمي تمت ما تحاكي، انطوت على نفسها شوي شوي، وبإصرار مني راجعت دكتور نفسي،
وبدأت تتحسن حالتها، صج ما ردت مثل أول، لكن صارت وايد أحسن من قبل. زين وبعدين تصافت مع المرحوم؟ أمي ما غفرت له، حست إن جرحها بكرامتها، حست إن أهانها. الدكتور قال لا تضغطون عليها، هو لازم ياخذ وقته وكل شيء بعدين يرجع طبيعي. خلينا نرجع لموضوعنا. وجيت هي للموعد المقرر وجات امك تتسمم. مساء الخير. مساء النور. ما عبرت لي عن رأيك الليلة، ايش معنى؟ قايلش من قبل ما شاء الله عليك طالع على الوالدة، لو تلبسين خيشة هم حلوة، عين عليك بابته. انت على بالك الليلتين اللي طافوا وانا ما جيت ليش اني زعلانة، مو كذي؟ احيانا الصراحه تكون صعب الواحد يتحملها، وانا ادري كنت قاسي معك. بس انا ما زعلت، انا كنت اتثقل، وبصراحه هم فكرت بكلامك ولقيت انه منطقي. شوف يا برار، صحيح انا الله ما رزقني بعيال، لكني اعتبرك مثل بنتي واكثر. يمكن فارق السن اللي بيني وبينك ما يسمح الكلام، لكن هذا الواقع. وكوني اني رفضت صلاح لما تقدم لك، انا واثق اني زعلانه، بس صدقيني خوفي عليك لاني ابي مصلحتك. انت يا ابرار مثل بنتي واكثر، أي واحد ياخذك، ما ياخذك إلا اللي يستاهلك. أنا أدري الرأي الأول والأخير لك أنتي، وعلشان أثبت لك إني أنا ماني واقف قدام طريق سعادتك راح أكلم الوالدة، راح أعمل المستحيل على أنها توافق. أبرار الله لا يوفقني إذا أنا بوقف طريق سعادتك. أنا آسفة عطلتكم عن شغلكم؟ هلا عمري. هلا. الحمام انت عسى ما شاء الله؟ حبوبي دورتهم ولاقيتهم. عمري دورتي بالكومودينا فوق؟ اي حبيبي دورت ما لقيتهم. زين خلي ادق على الدكتور يعمل لنا نسخة ثانية واروح الصيدلية. لا 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 حياتي لا تتعب نفسك. ها صح عندي علبة مو مفتوحة في الثلاجة اخذها، مو مشكلة. على راحتك حياتي. احمد شلونها أبرار معك في الشغل؟ أوه ممتازة ممتازة. الليلة ناوي أعلمها شلون تسوي دراسة جدوى. برورة اشتغلي بذمة وضمير، مو تظلمين بختك. أوكي حبيبتي. ومن يومها الوالدة نعمت وما قامت تصدق أي شيء، حتى أنا لما أتذكر ما أصدق عيال الدنيئة هذا ينقلب فجأة إلى بلاك. وليش خالد مكانه دور؟ خفت أقول له يتهور. أنا ما أضمن ردة فعل خالد. وصلاح؟ دام إني أقدر أحافظ على نفسي ماكو داعي أهول المواضيع. بعدين أنا وصلاح ما صار في بيننا شيء رسمي، يتدخل بصفته شنو؟ كان يعتبرك زوجة المستقبل. علشان كذي أنا ما حبيت أكبر الأمور. بعدين أنا خفت تكون ردة فعله أعنف من خالد.
وخالد شنو هي كانت ردة فعله لما عرف ان الصلاح تقدم لك؟ ترك لي حرية الرأي. خالد يثق في اختياراتي. ولما رفض ما فكرتوا تكلموا خالد يكلم امك عشان تغير رأيها؟ احنا شرقيين وما وصلنا للجرأة اللي يخلي واحدة تكلم اخوها في امور حساسة مثل هذه. صحيح. طيب ما داعي بخيالك؟ يعني فكرة كذي انك انت وصلاح تحدون احمد وتتزوجون، خصوصا ان ولي امرك موافق. انا ولي امري عقب المرحوم ابوي هو امي، وبعدين احنا ما نهينا الموضوع. انا كنت امر بظروف عائلية صعبة، والظروف هذه كانت تتحتم علي اني ابقى يم امي. وبعدين انا وصلاح كنا على قناعة ان لازم نصبر لين الله يفرجها. صلاح متى درى عن موضوع الجائزة؟ الجمعة بالليل. وليش قلتينا؟ انا ما اخش على صلاح شيء، بعدين انا كنت محتاجة اي احد علشان يخفف عني. الساعة 10:50 رحت إلى البنك وسحبت المبلغ، وقعدت تسولفين مع أخوك شوية، أخوك خالد، لمدة 10 دقائق. نقول من الساعة 11 إلى الساعة 2 وين كنت فيه؟ كنت بالسوق. 3 ساعات تسوقين؟ إيه، بورقة كشف الحساب اللي عندك تلقاني ساحبة 200 دينار، 100 أعطيتها حق أخوي، والمية الثانية رحت أتسوق فيها. من كم محل تسوقتي؟ من 3 محلات بس. صرفت المبلغ كله؟ لا، ب40 دينار بس، والفاتورة بالكيس، بس الكيس عندي في البيت مو جايبته الحين. يعني بتفهميني إن 3 ساعات تقضينها ب3 محلات عشان تسوقين ب40 دينار؟ هذا اللي حصل. أنا سأبرار. من الساعة 1 للـ10 إلى الساعة 2 للـ10 وين كنت فيه؟ أنا ما أمشي وأطالع الساعة كل شوي. أنا سأبرار. إذا ما ذكرت وجودك خلال الفترة اللي ذكرتها لك، أنا مضطر أني أوجه لجتهمة القتل عمد مع سبق الإصرار والترصد والاستيلاء على بطاقتي نصيب مبلغ 22 مليون جنيه تنين. لا لا، أنا ما قتلت أهل، ما قتلت أهل ولا خذت شيء، صدقني أنا مستعد أحلفك بريدة بريدة. أنا ما قتلت أهل. سمعيني لآخر مرة أسألك، وإن كنت في ساعة وقوع الجريمة ولا أضطر آسف أني أوجه لجتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد؟ لا لا، أنا ما قتلت أحد، ما قتلت أحد، ما قتلت. حضرت طهرت، أنا السبب، أنا السبب. مدام مريم، أنت كذي تخليني أوجه لك تهمة تعطيل سير العدالة. أنا قصدي أخدم العدالة. أرجوك طلعي برا ولا جاي دورش ناديك، هذاك الوقت قولي اللي عندك. أنس أبرار، لو سمحت أنس أبرار، أنا ما أحب أعيد اللي قلته مرة ثانية. كنت أزور مريض في المستشفى. من الساعة كم للساعة كم؟ من الساعة 1 للـ1:30. أي مستشفى؟ الأميري. الجناح والدور والغرفة واسم المريض؟ إيمان عبد الله عبد القادر. الدور الخامس باطنية، دور الجناح الخامس جراحة. الجناح السابع جراحة، الخامس الدور الخامس. لا، الجناح الخامس الدور السابع. الدور
طيب طيب، شو اللي يثبت انك كنتي عندها؟ هنا اختها كانت عندها، ورايلها كان المفروض هي ياخذها الساعه 1. دق عليها وقال لها ان سيارته تعطلت، اخذي تاكسي وروحي، انا بالحزه كنت ابي اترخص واروح البيت. قلت لها امشي انا وصلت وديتها البيت، وانا هم بعد رحت البيت، وانت تقدر تتاكد من هالحكي بنفسك. ليش ترددتي لما سالتك اول مره؟ لانها اخت صلاح، وخفت يبطاري صلاح بالموضوع تجيبونه وامي تشوفه وتفهم الموضوع غلط. كتب عنوان صلاح وتلفوناته والموبايل والبيجر. صدقني صلاح بريء، صلاح ما له ذنب ولا له شغل بالسالفة كلها. يا أنسة، إحنا اللي نحدد إذا كان بريء أو كان مدان. كتبي. تفضل. تفضل. عنوان البيت والموبايل. آمر، ما كنا محتاجين وجبة خفيفة؟ اللي تشوف. خلف، جيب لنا وجبة خفيفة ولا تنسى الجماعة ويانا. وأخذ الأنسة ودها للملازم حسين، ها؟ بنفس الوقت مر على الملازم عبد الرحمن وياخذ معه اثنين من الأفراد يروحون للشخص هذا. على أمرك. تفضلي. هذا يزاي اني اخذ رايكم؟ تطرحين سؤال ديمقراطي بطريقه دكتاتوريه. شوفي ابرار، انا ما اعرف التلاعب بالالفاظ مثلك. يا يما يا حبيبتي، انت متخذه القرار وخاصر. لنفرض؟ لا مو لنفرض، اكيد. وبعدين لو فرضنا ان لنفرض، انا ماني موافقه. ممكن اعرف ليش؟ ما تقول لها ليش؟ ولا ما هي امك مثل ما هي امي؟ والله يا يما ما ادري ايش اقول لك، فكري مشوش وماني قادر اركز، وبصراحه ماني مرتاح للفكره. ابي سبب مقنع. لو أعطيتك قواميس أسباب، هم اللي براسك بتسوينه. أنا ما أبي قواميس، أبي سبب واحد. إحساسي. هذا أنتي دايماً تحكمين عاطفتك بعقلك. أي عقل يا يما؟ أي عقل؟ أي عقل هذا اللي خليك تتزوجين واحد أنتي أكبر منه بأكثر من 10 سنين؟ السن عمره ما كان عائق في الزواج. ايه بس اي زواج واي زوج؟ ما عندي استعداد اعيش باحلام المستقبل وانسى الحاضر. التزوجين وتخططين للمستقبل مو علم الغيب، لكن تتخيلين نفسك عقب 10 سنين بتكونين انت كبرتي وهو لازال شاب، علم غيب. يعني انت موافق؟ من قالك ان انا موافق؟ دام عاجبك اللي قاعد يصير يعني موافق. أبرار، ترى احنا بين حانة ومانة. خالد، يا موافق ننهي الموضوع
يا مو موافق وتتخذ إجراء. أبرار، هذه أمي، إيش تبيني أقول لها؟ الشرع، القانون المنطقي يعطيها الحق، تبيني أنا أمنعها؟ أفهم من كلامك أن حضرتك راضي عن اللي قاعد يصير؟ لا طبعاً، ماني راضي. بالحكي؟ من قال بالحكي؟ مو حضرتك قاعد تعبر عن رأيك حقي أنا بس. أبرار، أنا قلت رأيي. أنا شخصياً ماني مرتاح للفكرة، هذا تعبير عن عدم الرضا؟ أبرار، أمي امرأة ناضجة وفوق 40، يعني إنسانة سوية، وأكيد قبلها تقول قرارها مفكرة 1000 مرة. أمك لو إنسانة سوية ما تسوي كذي. أمك ما فيها ذرة عقل، ويبيلها واحد يعقلها. المشكلة أنكم تفكرون في تنمية العقول، وأنا أؤمن بتهذيب الأرواح. قصرت يا مريم، إذا جاي تصارخ هذا موضوع ثاني، وإذا جاي تناقش حياك الله. يا مريم، ما يا مريم، تحمدي الله ترنع زوالة. الحين الوحدة بتمارس حقها الطبيعي، سويتوها مشكلة؟ حقك الطبيعي تزوجين عيالك. عيالي متى ما يالهم نصيبهم بيروحون، لا تخاف على عيالي. لا حول ولا قوة إلا بالله، ناس تكبر وتفكر وناس تكبر وتدبر. ويوسف وخيي عن الغلط أرجوك. أشهد إنك ما أنت صاحية يا مريم، حشا ما أنت صاحية. استحي أوضح أكثر دكتور. في طرق وأساليب كثيرة إني أوصل الرسالة بدون ما أحرج نفسي أو أجرح الغير. المشكلة إن هذيل عيالي دكتور. كلميهم على انفراد، ومتى ما قدرت تقنعين واحد. تعتقد ما سويت كذي يا دكتور؟ بنت اللي أقرب الناس لي، واللي ممكن تتفهم وضعي كامرأة، رافضة. مو مشكلة، تحاولي معاه مرة واثنين وثلاث. شو أقول لها أكثر من اللي قلته؟ يعتمد على قناعتك بالشيء اللي بتسوينه. متى ما كان واحد مقتنع يقنع غيره. يعني اللي بسويه غلط؟ بالعكس، أنا متفهم جدا لاحتياجاتك، ومو من حقي إني أعترض. أنت صاحبة القرار، وأنت اللي لازم تقررين. أنا من ناحيتي مقتنع تماما باللي بتسوينه. مريم، المهم تقنعين غيرك. إيش تبيني أقول لهم دكتور؟ أقول لهم أنا بحاجة إلى ريال؟ أقول لهم أبوكم؟ إذا استدعى الأمر ليش لا؟ ولو أني أرفض العنف أو أني أكون دكتاتور. في أمور ما تحتاج توضيح، تنفهم على الطاير. أغلبنا يفكر في مشكلة غيره من خلاله. إذا ما تعارضت الحلول مع رغباته راح يوافق على طول. لو الواحد فينا يتجرد من رغباته ويفكر مشكلة الطرف الآخر بس عشان احنا بخير. تعتقد الأنانية؟ يمكن، يمكن نزعتنا الدكتاتورية في اللاشعور. والحل؟ الحل وقفة مع الذات، محاسبة النفس. أنا أبي حل مشكلتنا مو الفلسفتك. نضعهم أمام الأمر الواقع. تزوج بالسر؟ لا حبيبتي، بالعلن وعلى سنة الله ورسوله، بس بأسلوبي. حيرتني. تبي الناس تيبب ومعاريس، ناس تطقطق طقطقة، وناس تصفق، ها؟ ناوي تسويها سكتة؟ ما بي أحد يشوف إيش غيري، ما بي أحد يقتحم شعرية المكان. أنت من صدقك؟ قايل لك أنا إنسان ماني تقليدي. تخيلي المنظر معي، صالة داير مدارها شموع
وأنا وياك بالكوشة نرقص ونغني ونصارخ. فكرة مجنونة وكذي. لا أنت المجنون. تفضلي. شنو هذا؟ هذا عربون الزواج. الو، الله يعطيك العافية ملازم حسين. الحين بيك راشد مع أسماء الموقفين، وأرجو أنك تتصل بأمن المطار وتشوف من هم الأسماء اللي عندك حاجز إلى لندن، سواء على الكويتية أو أي طيران آخر، من الكويت دايركت أو ترانزيت. يعطيك العافية. إذا صدق ظني بنصيد المتهم بوقت قياسي. وانا وعدت اني احطها بعيوني. انت عارف رايي من زمان، وبعدين الزواج قسمه ونصيب. وانا شايف نصيبي بهالبيت. هو تحدي ولا شنو؟ عفوا عمتي، هذا مو قصدي. لو سمحت اطلع الحين قبل لا يا احمد، انا ما ابي مشاكل ارجوك. عمتي على ايام المرحوم ابو خالد كنتي موافقه، شو اللي غير رايك؟ اخ صلاح، احنا محتاجين مساعدتك معانا اذا ما عندك مانع. باللي اقدر عليه. حاضر. طبعا انت تدري صارت جريمه قتل بيت مدام مريم. جريمه قتل؟ لا والله ما ادري. انت وين تشتغل اخ صلاح؟ بالبلديه. اي قسم؟ تفتيش. مفتش؟ اعتقد ان عندك علم ان احمد زوج مدام مريم مات مقتول. مقتول؟ اسمح لي، انا ماني قادر استوعب او اصدق. حتى انا لو كنت بمكانك ما اصدق انه ينزاح عن طريقي بهالسهوله هذه. يحق لك تستانس. عفوا انا ماني فاهم قصدك. معك حق. اعتقد انك قلت انا ابزيح عن طريقنا باي طريقه، ولا تعتقد ان ابرار بالغت؟ أزيح عن طريقي شيء واقتله شيء ثاني. يعني تعترف؟ كان يهمني انه ينزاح عن طريقي علشان اوصل لابيه. مو مهم الطريقه، الغايه تبرر الوسيله. افهم من كلامك اني انا متهم بقتل احمد؟ هذا اذا ما اثبتت انك بعيد عن مسرح الجريمه من الساعه 1 الى الساعه 2 الظهر. انا كنت في جوله تفتيشيه من الساعه 10 الى الساعه 2 الظهر، الحزه اللي رجع فيها السياره للدوام. من كان معاك بالتفتيش؟ بروحي. أخ صلاح، آخر مكالمة تمت بينك وبين أبرار كانت يوم الجمعة. صحيح. والمكالمة تمت من الساعة 11:30 إلى الساعة 3:37 دقيقة بالتمام والكمال، صحيح؟ إي نعم. 4 ساعات، أكيد الموضوع كان يستحق الوقت هذا كله. بصراحة كنا نتناقش عن فيلم هي كانت شايفته يوم الجمعة بالليل. وانت كنت معاها؟ لا، أنا شايفة قبلها. عندكم ميول مشتركة في النقد. الحقيقة هي لها هواية كتابة القصص البوليسية القصيرة. قصص شنو؟ بوليسية. يعني مثل أغاثا كريستي؟ بالضبط. تكتب بالتلفزيون المسرح؟ لا، هي بصراحة تكتب المجلات والصحف بأسماء مستعارة، هواية. أخ صلاح، تقدر تقول لي آخر مرة شفت فيها القتيل أحمد زوج مدام مريم؟
افتكر قبل شهرين او اكثر شويه لما رحت للشركه. يعني حضرتك جايني تعطيني درس في الاخلاق؟ لا العفو، انا الظاهر خاني التعبير، اكرر اسفي، انا هي اطوي صفحي وابتدي بدايه جديده. يا اخ احمد احنا شباب نقدر ونفهم بعض. المطلوب؟ المطلوب مثل ما شرحت لك بالتليفون، انا جاي اعمل صفقه، ومن خلال المعلومات اللي راح اوفرها لك راح تربح مبالغ خياليه. وانا هدفك معروف، تبي انادي 2 من الموظفين يكتفونك ويطلعون مسجل اللي حاطه مخباتك، ولا تطلعها انت يا شاطر، ولا تدري شلون؟ اسمع، اخاف ينكشف الروح جافي. صدقني اذا نفذتها صح ما راح يحس. هو من يسمع سيره الفلوس يطخ؟ انا مرتبه كل شيء وكاتبه الحوار، بعطيك اياه وشرط بعشر دقايق تحفظه. انت قوي قلبك والباجي علي. اخاف يكشفنا، هذا مو سهل. اي رب. انا اللي زعلني في الموضوع كلمه تجرب، هذا سبع لني، وفي القانون يسمونه تهمه الغث. يعني الحين لو انادي المحامي وسمع الشريط واقول له ارفع قضيه، تدري ايش يصير فيكم؟ تبي اقول حق عمتك؟ بس انا بطلع احسن منك، بعطيك فرصه ثانيه. ماني رافع قضيه ولا اني قايل حق عمتك، بس بشرط تقطع علاقتك مع ابرار نهائيا. والحين يا شاطر عطنا الشريط. تفضل اطلع برا. يا اجرب،